السلام عليكم. تمرين مهم جدا بمارسه حتى الناطقين الاصليين للغه، وهو ان احنا نختار مذيع او متحدث قوي او حتى مسلسل ونشاهد الفيديو اللي عم نحكي فيه. اثناء المشاهده بنوقف الفيديو وبنحاول نلفظ الجمل مثلهم بالضبط. طبعا رح نحتاج نعيد الجمله مرات ومرات لحتى نتاكد من صحه اللفظ، لكن بالنهايه بنكون دربنا انفسنا على استعمال القالب او الجمله بشكل فعال، وبنفس الوقت بفضل التكرار والتدقيق على اللفظ رح تتحسن عنا مهاره الاستماع بشكل ملحوظ. وكل ما تدربنا اكثر خصوصا مع متحدثين اقوياء رح ينعكس التاثير حتى على مهارتنا بالكتابه، لانه بطبيعه الحال بنكون عم نتعلم من اشخاص لغتهم عاليه، واذا كان الفيديو مرفق بكتابه بنفس اللغه بنكون دربنا انفسنا على مهاره القراءه بنفس الوقت. طبعا نوعيه هاي الفيديوهات بتكون مختلفه حسب المستوى، فبالنسبه للمبتدئين برامج اطفال، وبالنسبه لاشخاص متقدمين مسلسلات، مسرحيات او حوارات. بالحلقه القادمه رح نقدم لكم ان شاء الله اختياراتنا لافضل متحدثين اللي ممكن نتعلم منهم. مستمرون ان شاء الله في الاجابه على استفساراتكم. سلام.